اخوان راح يروحون البغداد. سلسال شوفوا الله خبيثة اليوم. وين والله حنين وين رقيت خلنا له والله. الناس ما تحبون انتم. لا كثر صاحب حاشاني هو بصيح بسمح لي اخوي انا اخوي بس هو اللي ما رحت لي روح لا اخوي لا هو اخوي لا هو علي انوار ها جهز روح اروح وياكم. لا لا ها ماشي السيارة حطه. كم واحد رايح؟ هو بس التو. لا والله انا تكفى. ما ياهم ثلاثة. ثاني ما والله انا كنت داخل. انوار اخذني ساعة انا بغداد انا حتى ما شابع من عجه لا مشابع من ابو نؤاس لا شابع من هاي العرصات كل شيء ما شابع يا اخوي شنو تقول العرصات واحد بس لا ما يطلع اجت ثاني من مخضيع هو يدير شغلي غير اخذك هو فاز اصلا هو انت فاز فاز انت فاز لين وين اخوي شو لا انا مارس فاز اي فاز انا من ما على وجهي اي فاز شو فاز انا فاز اي شو بس خليك تلم ملابسك مو فاز يلا مو فاز اي لا روح انا روح اي لا روح اي انا مو انا انا سير فانس مالك انا فانس مو اسوي لك اشكب لك يلا عمال الفانس عمال الفانس يلا يلا فاز انت مو عليو عليو لا تروح عليو لا تروح انت فانس لا لا عليو يقول لك فاز لا تروح تاخر يلا يلا عليو امو داك وين يقول لك فانس الله مو فاز انت فاز انا فاز قابل بس اخذوني لا ما تروح اغسل البيت ما اسوي كيف سندوشي ما تروح ما لا ما عندك كرامه ما عد انت ما عندك لا لا هو بس انا بس شوي احكي وياه ما عندك كرامه لو عندك كرامه ما تروح لين انت فاز انا ما يروح اي لا تروح كذب عليك روح زي يلا ما عندك كرامه وين اخوي يقول له فاز ويروح وياه كنا انا يقول له فاز ولا اروح وياه امي داعي واخوي شوف شلون ينبع بابا باكات روح زدت فانز لا تروح ولك لا تروح انت فانز خلي هنا يمي انا هنا احترمك وقدرنك يا انت فانز يلا فانز يلا شو هاي فانز امتك لا تروح ولك لا تروح خلي عندك حتى المتابعين نشرته قالوا خليه يصير عندك كرامه اعطوني اعطوني مصرف وترحون حتى ادعيكم بالسلام ما ادعيكم بالسلام ادعيكم بترحي اعطيني انا ادعي اعطيني اعطيني بالسلامه كوني وصل عليا وينه انا مشهور اذا ما تعطيني ما توصل بالسلامه انا مشهور عليا واخوي ما صرف ادعيك بالسلامه ما تعطوني ما ادعيك بالسلامه اعطيني هاي 5000 لا هاي ما بيها هاي بالناصريه ما توصل هاي ما توصلك للناصريه هاي للناصريه ما توصل عليو تعال يلا ادعيك بالسلامه انا دعاء مستجاب اي كثر بيكم اسعد الناصريه اعطيني 5000 اعطيني اياهم اي باع الفلوس منين عندك فلوس علي وش قد تاخذون وياكم والله كور شنو هب خمسه اي كيف جاب ولك هاي للناصريه وهاي منا بالبطحه صارن بالبطحه بس بالبطحه هاي السلامه بعد يلا اي هالشيء ان شاء الله يا رب توصلوا للديوانيه من ورا الديوانيه ما انا ترى طالع الدعاء مالي اي هاي الفلوس حتى للديوانيه يما ماما ماما وين امي؟ ادعي لاخواني يما رايحين وين امي؟ يما ادعي لاخواني رايحين يما اعطوني فلوس قوم قوم اعطوني فلوس قوم اعطوني فلوس قوم اعطيهم الدعاء اعطوني فلوس قوم اقول ليش قوم بفلوس قوم يما ساعة عملية اذا قوم حصريش كم مصرف يما قوم حصريش مصرف حصريش على حالك يما يومين وراجع طقيم الدعاء يما طقيم الله نشوف ان شاء الله الله يحفظك يا يما الله يحفظك يا يما الله يحفظك يا يما المعلمه مصرفه غالي 200 تل 200 تل شنو اسعد عاد واطي 200 تل لا لا خمس كافي ما كافي كافي مو كافي كافي مريضه يلا طيب تعال شوف الدعاء مال الام دعاء الام 100 دولار ما له دعاء ب 15 يعني انا سيد غشاشي ما بيه 25 كيف بك ببغداد بالعاصمه الكرمهاني يلا يلا تعال يلا يا ما حصلت لها ورقه بوي وين سجاد امداد سجاد تعال ادعي لاخواني حتى تحصل فلوس روح والله حلو هاي يومية تعرفون واعطيكم الدعاء وحصل لي بصرف اخواني يومية شافون اغلطون مصرف جاهز انا فتحت الشركة افتح لي شركة للسياحة والسفر اسميها شركة زيون واخوانه ما عدا المجسم عيل المجسم ما دخلوا انا المجسم ما يطلب مصاري طقر
واسميها شركة ابو الزوز للسياحة والسفر بهذا المصرف. انا شلي قوي ربي باكر سجاد يسافر او يطين 10,000 وحيدر الطالي ذاك يوم 55 خلاص بقى 25 25 ب 35 يصير واجيب حد ونفتح شركة. بس هسه شنو خلينا نروح نشرح لابويا فلوس عندي اي اليوم انا فلوس عندي بالبيت امشي براحتي وبس على بالبيت ويوصلون بالسلامة اخواني ادعوا لهم يوصلون بالسلامة. سوالك هسه حلويات هسه موضوع الشركه عوفه على صفحه زيون انت بعدك ما بجمع فلوسك اي بس انا مو يم هذا المحل هذا المحل يطلبني فلوس روح اطلع قبر هذا المحل يطلبني هذا يطلبني دين الزلمه هذا الزلمه ما راح اشتري منه لين يطلب لي بس الزل ياخذ فلوس وكل شيء ما حصل منه اشوف انه محل ثاني اي هذا اول محل يطلبني هواي من 300 ل 400 500 والله ما حصل اليوم هي اداين اي مو وصلت للمحل براحتي اسوق عندي فلوس الدنيا اسوق براحتي. السلام عليكم. اوه لا هلا ها عندك فلوس ما عندك فلوس عمي عندي شنو السالفه؟ لا بدي انت توكل اطلع برا. شنو السالفه عمي قبل شي حد اثنين توكل اطلع برا عندي مو هاي جايب 5,000 لا ما ها شوف خاف عبالي شوف هاي شوف هاي كلها فلوس باع كلها فلوس كلها فلوس فلوس اشتري المحل كله اي مره ثانيه لا طردني خوش اذا بعد ما اشتري منكم اذا هاي لا تعاملون الزبائن اهم شيء سوق براحتي المحل كله اخذه براحتي هسه اخذ المحل كله انا احب هذا الشبس ابو الفوزيه راح اخذه فواز هاك عمي ايش قد صار الحساب سجل بعتني ذبي عنهم ماخذ الشبس هذا واحد ايوه شبس واحد شبس تريد ناخذ واحد شاف شنو انا شي قد جبتني 10 هو انا بس واحد اخذ شبس واحد جوادك فلوس انت عند فلوس شنو ايش كان نعمه نعمه الله عمي نعمه الله عمي هسه ايش قد صار الحساب اشتري بعد وادك اليوم فلوس لا عمي شي اشتري انا ضامن للمشروع اي هسه بيش هذه ربع شنو السالفه عمي ثياب ربع يبيعون اول امس لقيت ذاك المحل بصفك ثياب ربع يبيعها اي يصعدون بالسعور ويخلون الواحد دوم ما يشتري اهل المحلات عمي تساهلوا ويانا يعني. مو السلعه من ام الربع تسويها ب 500 والسلعه من 500 تسويها ب 1000 هسه الرصيد صعدتوا 6.5 والدولار نزل وانت بتصير على 6.5 ما يصير يا اخوي يا اخوي قد صار الحساب ايش اسوي ذا بس لازم اخي لازم نتساهل لازم يعين بعضنا البعض لكي نقضي على البطاله انت مال واحد يستاهل اي لكي نقضي على البطاله يا اخي انت هسه ما تشوف احنا اكو ناس ما عندها عشان يجون عندي انا اليوم عندي متمكن بس يا اخي تجي ناس ما عندها لازم تستاهلون وياهم تعطيهم عرض صح لهم وصح صح لهم وصح صح لهم وصح مو يصعد بالسعر العلج ب 2 بربع يبيع يقول لك زوين مو نازك ويقول لك زوين مو نازك شوف شلون حضرت الاشياء مال السهره حبايب قلبي وهاي كلها طبعا كلفتنا هواي طيب كلفتنا 250 دينار خوش حبايبي شوف تشيس تشيبس هذا بطل ماي اي بطل ماي خاف تعطش بالليل تباوع لك فيلم ربع ما بيك حيل تقوم اي تروح تشرب ماي ونارجيتي وهذا الفيلم اسمه جيم اوف ترونز مو جيم اوف ترونز ما اقول اسم الفيلم ما تكلف هاي السعر حبايبي ما تكلف مو قصة أنا فقر وما أصرف لا بس أنا فكرت كنت أجيب لي تشيز تشيبس علي من بيبسي بس أغص أشرب ماي ليش أشرب بيبسي أي التبسي مو زين يخلخل العظام التبسي مو زين حمي مو زين هاي السهرة مالتي شوف صمموا على المقطع وخلوا له علي موسيقى وقولوا أحلى سهرة يلا بتعنيكم جانت الفقر حاط لك بطل ماي حاط لك بطل بيبسي بطل عصير ولو انت فقريات انت ما السهرة اول واحد من جماعته هلا هلا ودا دق الباب جيت جيت دنيا فلش الباب هذا ويك دنيا الليل عمي انت ما انت ما اشتحت ليش دق بالباب خايف شنو انا امك من قوه خلتني اجي امك من قوه علي ما خليتك قوه شاوي ذا بالثتي هلا استريح اهلا 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 هلا سويت لك سهرة شنو حلويات الجبن تاش مالك تشيبس والماي ايش مال وهذا فيلم شغلت لك ونارجي ايش عشان تريد بعد عشان تقعد تباع وياي فيلم لولا هاي تشيبسات وماي ها لعباس رايح ولك تعاش مال هاي اختلف علي انا ادري بيك فقريات من يوم عصاف مو سقامه ايه؟ بس ما ادري بيك واصل هالمرحله بالفقر ايش تلحق كم الشهر تعال نعوت لا نعوت 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 الشهره والله رايح
اي قبر وانت مو صوته صوته لي خابرك على شهره وانت تخاف من مرتك هاي شهرة هاي مو شهرة والله مو شهرة يعني شهرة اللي تشتري شبش حلويات لاعبها شيشيات ببسيات جايب لي شبسات وهذا ولك تعال اي تبغى هذا دول ما يجون الا بالمصلحة شوف هذول جايبين لهم حلويات شوف الصداقة صداقة مصالح حسيت بينت لي انه انا صحبان المصالح يعني هسه شافها شبش ما عدي رجال فقير اعذرني يا اخ اعذرني بسيطة وصوت لي خابركم صوت لي خابر انا صوت خابر وخابرته وشهر